أقل ما يمكن أن يقول الحقيقة أن السيد حسن ما كان موفق امبارح بالكلام اللي قال. فهو عم بيحاول يعمل انقلاب، انقلاب على الأقل عم بيهدد بالانقلاب، وعم بيحدد سلفا النتيجة إلى ما لا ينبغي أن تكون فيه. لكن طبيعي هذه نحن نطالب بتحريرها، تنسحب منها إسرائيل وأن تعود تحت عهدة الأمم المتحدة إلى أن يبت الأمر بين لبنان وبين سوريا. شوفوا من رفض، شوفوا من رفض، كان عندي ورفض، بده يبقي الأرض تحت الاحتلال الإسرائيلي. وزير الخارجية الإيراني، نحن